لكن انا اعتقد بانه حتى الضربه على السفاره الامريكيه هي مو بالضروره حاله تنبيهيه بانه ما زلنا نمتلك القرار السياسي او ما زلنا نمتلك القرار الامني. هذه الفعاليات انا اعتقد خارج اطر الدوله، على اعتبار اكو شجب واستنكار ومتابعه عن طريق السيد رئيس الوزراء والاخوان الموجودين. احنا نانا مدى ندافع على قضيه مثل ما يشير الاستاذ كاظم، مدى ندافع على قضيه انه الخلل، نعم اكو خلل، اكو خلل واضح، القوة السياسية المتصدية للمشهد بالتأكيد صاب الخلل هسه بشكل متعمد بشكل غير مقصود. المهم انا كمواطن الاحظ الخلل. الخلل المتأتي من الشكوك اللي تغلفت بها الانتخابات وبنتائج الانتخابات. هذه الشكوك هي اللي خلتني في بعض الاحيان اقدم خطوة وارجع بخطوة. لكن حتى وذكر جناب الاستاذ انه حتى تشرين مجمل انت تشوف ما مهيئة الظروف لاجراء الانتخابات. هي مو ما مهيئة استاذ علي، يعني احنا في حساباتنا السياسية والامنية تؤخذ كل الفعاليات بنظر الاعتبار، على الاعتبار انه التأثير ربما يكون بشكل مباشر او غير مباشر. لكن انا اعتقد بانه المنظومة السياسية ودور رئيس وزراء وحتى الكابينة الوزارية وكل الفعاليات الان الموجودة هي تدفع باجراء باجراء الانتخابات، على اعتبار انه الانتخابات الان هي المفصل الحقيقي اللي خلينا نقول نظام سياسي جديد قائم، خلينا نقول لفعاليات سياسيه جديده قائمه، خلينا نقول الى ابراز طبقه سياسيه تمتلك القدره على احداث فعل مغاير للفعل السابق، وهذا اللي نبحث عنه احنا كعراقيين. بالتالي احنا ما نتوقف عند نقطة محددة او معينة ونقول لا خلص هذه باطلة، هذه ما لها دور، هذه يفترض علينا نغيرها. طيب اذا ردنا نسولف على التغيير، هو الدستور اللي هو حكمك بالتغيير، انت ما حد يمنعك انه روح تغير، لا بالعكس روح غير، لكن جد لي الظروف المناسبة وجد لي الاجماع النيابي المناسب لاحداث التغيير. وانا اعتقد ومن خلال متابعتي في مجلس النواب بانهم اكو كثير من النواب وكثير من المنظومه السياسيه تدفع باتجاه التغيير لكن ضمن الاطر الناجحه. انا ما ادفع غايتي انه اسقط، انا ما ادفع باتجاه التغيير غايتي انه اخلق فجوه. انا في خلينا نقول في قضيه ربما امور صعبه وما اقدر. شرعيتها امام المجتمع الدولي مهدده الانتخابات؟ لا ابدا، ليش مهدده؟ هو ذكر على قضية الدستور، هو الدستور نعم ما حدد النسبة وبالتالي شرعنا موجودة في كل وقت مهما كانت النسبة. المجتمع الدولي يتعامل مع الطبقة السياسية وفق حالة إجماع مغلفة دستوريا. طيب إذا أنت الآن أني من وجهة نظر المجتمع الدولي أتعامل معك برسمي صندوق انتخاب، نعم صار صندوق انتخاب، تأييد رسمي شعبي شو تسميه اقليمي موجود، بالتالي خليني ابدي بدايه جديده، خليني اتعاطى مع الملفات السياسيه القادمه وفق رؤيه سياسيه قد تتبناها بعض الاحزاب السياسيه ومن ضمنها تشرين. تشرين الان واحزاب تشرين ونخبها وغيرها من الاحزاب المستقله والشخصيات تبنت نظره سياسيه جديده مشاركه بقوه. بالضبط، خليني ادفع باتجاه ان تخلق لوبي داخل مجلس النواب بتحالفاتها بتواصلها بتنسيقها وتفضي الى تغيير حاله انا وانت والاخ العزيز كلنا رافضينها. شنو اللي يمنع يعني؟ هذا السيناريو، سيناريو اجراء الانتخابات باجواء كالتي تحدثت عنها في بدايه السؤال، نعم. اجواء امنه مستقره تسمح للناخب ان يخرج من الدار ويصوت ويعود بظرف امني سليم 100% متاحه ممكنه في هذه الانتخابات؟ ما مرينا بظروف امنيه صعبه وصارت انتخابات. لا ما الان وضعنا يختلف. الاجواء الان اعتقد مهيئه، ليش ما مهيئه؟ مع اني ضربت لك مثل بالقديم اللي كانت اجواء مربكه. الان شنو اللي يمنع؟